تفكيركم من خلال محاضرة أخيرة، لأن عندنا محاضرتين حالة ما تنزل المراجعة، وأي حاجة عندي استفسار لا 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 نحاول نجاوبه يعني من خلال لا مصرح شوف الرابط نحفظه في مصر. لا انا ما شغال من جوال، خلينا نشوف بعدين، انا تقريبا ما مطور. من خلال المحاضرات السابقه، احنا في واحده اخيره في موضوعين اخيرات حكينا عن قياس وتقييم الاداء الانتاجيه، حكينا عن الرضا، وعليكم السلام، حكينا عن الرضا الوظيفي، حكينا عن ضغوط العمل، حكينا عن الاحباط، حكينا عن التغيير والتطوير والتطور التنظيمي الحقيقه. اليوم عايزين من خلال هذه المحاضرة عايزين نتكلم عن الإبداع التنظيمي والمناخ التنظيمي. ممكن نتكلم عن حاجة واحدة، نتكلم عن الإبداع التنظيمي ونشوف على حسب الزغم إبداع. ما هو الإبداع؟ الإبداع التنظيمي. نتكلم عن الإبداع، دائما أنا بقول لكم ما تحفظ التعريف أفهم. الإبداع بمعنى شيء جديد، تعمل حاجة جديدة، طريقة جديدة في الإنتاج، طريقة جديدة في الإدارة، خلق شيء جديد، خلق شيء جديد. تطبيق فكرة جديدة طورت داخل المنظمة أو تم استعارتها من خارج المنظمة. أسلوب جديد. أيوه، الخروج عن دائرة التفكير المحتارة أو الروتينية زي ما حكت سارة. هي عبارة عن تبني فكرة جديدة أو أسلوب جديد بالنسبة لمجال العمل أو صناعة المؤسسة. أو الخروج عن المألوف زي ما قال الشيماء. بيبقى من خلال هذا الفهم نلقي انه الابداع دائما بيركز على العمليه، على الخطوات. الانتاج الابداعي مهم جدا بالنسبه للشركات والمؤسسات، وركز عليه الكثير من الكتابات الاداريه لحل المشكلات. دائما بيتم التركيز هنا على سمات وخصائص الشخص المبدع، يعني ما كل الناس عندها القدرة على الجديد يعني. والتركيز على الإمكانات الإبداعية والاستعدادات النفسية. أيضا التركيز على مراحل العملية الإبداعية. يبقى أنا عايز أقول في مجمل الكلام إنه الإبداع هو خروج عن المألوف. الإبداع هو عبارة عن تبني فكرة جديدة. الإبداع هو عبارة عن شيء جديد في مجال عمل المؤسسة أو في السياسات العامة للمؤسسة أو في برامج المؤسسة أو في طريقة إنتاج المنتجات أو يبقى الجديد كل إبداع. هذا الإبداع يتأتى من خلال ثلاث مستويات. الإبداع ممكن يكون على مستوى الفرد، وممكن يكون على مستوى الجماعة، وممكن يكون على مستوى المنظمة ككل. لما يكون الإبداع على مستوى الفرد، ده بيتم التوصل له من أحد الأفراد المبدعين كريتيف. وما كل الأشخاص مبدعين، الشخص المبدع يتسم بالعديد من الصفات يعني. الشخص المبدع يحب الاطلاع والاستطلاع، وعنده حب الاستطلاع
الكيوب لازم. الشخص المبدع دائما يكون مثابر، ثقته بنفسه كبيرة، عنده استقلالية في حكم على الأشياء، يعني نكون تابع دائما بحاول يؤكد ذاته وأنا موجود من خلال الفكرة اللي طبعا. الشخص المبدع دائما ذكي مرن، عنده القدرة على استيعاب كل الأشياء اللي حواليه، قد يخاف في كثير من الأحيان، طموح، عنده القدرة على التحليل. على أي حال الشخص المبدع أو الإبداع على مستوى الفرد ده الإبداع الذي يتم التوصل له من خلال أو من قبل أحد الأفراد. أما الإبداع على مستوى الجماعة ده مجموعة من العاملين في المؤسسة، أو إدارة محددة أو جسم محدد يقدم فكرة جديدة أو طريقة جديدة أو يتوصل لحل بطريقة مختلفة، ده يسموه الإبداع على مستوى الجماعة، وهو أكبر من الإبداع على مستوى الفرد، لأن الإبداع لما يكون على مستوى الجماعة ده بكون فيه تداول في أفكار كبيرة، ده يجيب مقترح وده يجيب مقترح وده يأتي لفكرة وده يأتي لفكرة وغيرها، يبقى ده بسموه الإبداع على مستوى الجماعة. أما الإبداع على مستوى المنظمة وده بسموه الإبداع بجهود التعاون كل أقسام المؤسسة وإدارات المؤسسة وجميع أعضاء المؤسسة يشاركوا بالفكرة بالنقاش بالتطوير إلى أن يصلوا لشيء جديد. يبقى الإبداع على ثلاث مستويات، إبداع على مستوى الفرد، إبداع على مستوى الجماعة، إبداع على مستوى المنظمة. واضح الكلام ده؟ أطراح بتقول تبادل أفكار خبرات، واضح ممتاز. البيئة التنظيمية للمنظمات أو المؤسسات المبدعة، هذه البيئة المحور الجوهري للمنظمات المبدعة بيقوم على بيئتها وتطوير بيئتها بحيث أنه تكون بيئة جاذبة، بيئة تساعد على الإبداع، بيئة تنظيمية تعمل على بلورة الاتجاهات الإبداعية في منهج فكري وعلمي، بيئة تقوم على قيم ومعايير وممارسات وظيفية بتساعد الإبداع وترسخ الإبداع كهدف تنظيمي متجدد ومخلص، بيئة مشاركة، بيئة تحترم الفكرة الجديدة، بيئة ما فيها إخصاء، بيئة فيها كل الأشياء المحفزة للإبداع. طبيعة المنظمة الداخلية أبي يتصل بوجود الإمكانات المادية وتوفر المعلومات والخبرات المتاحة للأعضاء، هي البيئة المطلوبة للإبداع. فالإبداع بيتم من قبل أفراد الجماعات اللي تعمل في بيئة جاذبة، بيئة مستفزة للإبداع، تخلي الإنسان يطلع كل ما عنده. يبقى هناك بعض القيم والفلسفات الضمنية اللي تميز بيئة المؤسسات المبدعة أو ثقافة المؤسسات المبدعة، والإبداع ممكن يكون بأقل التكاليف، نعم، فكرة تتطور هذه الفكرة. فهناك بعض القيم والفلسفات الضمنية اللي تميز بيئة المؤسسات المبدعة إنها دائما بتكون ناجحة في سوقها وفي خدمة عملائها وفي تقديم منتجات بشكل مختلف، بتصميم مختلف، بطريقة توزيع مختلف، بأسعار مختلفة، بجودة مختلفة وغيرها. فيها أفكار، في فكرة، في شيء جديد،
تحتوي على افراد مبدعين. دائما الان نحن دائما بنقول موارد المؤسسات ثلاثة: موارد مالية، موارد بشرية، موارد مادية. الموارد المادية والمالية ممكن تخلص، لكن بطول الزمن يحصل لها استهلاك، لكن الموارد البشرية تتعثر بقدر ما يطول بك الزمن داخل المؤسسة. خبرتك تزداد، تجربتك تزداد. المؤسسات دائما الآن هي بتحاول تتحصل على الكفاءات، لأنه بده يمثلوا ميزة تنافسية للمؤسسات. فالأفراد، بيئة المؤسسات الموجودة تحتوي على مجموعة من الأفراد المبدعين. حتى هناك فيها مشاركة بالتخطيط واتخاذ القرارات. دي قيم نلقاها في بيئة المؤسسات المبدعة. واضح كلامي يا شباب؟ واضح، ممتاز. ما هي مبادئ الإبداع؟ كثيرة. لكن أحد الكتاب هو رائد رواد الإدارة، دأب الإدارة الحديثة. نحن بنقول دائما الإدارة التقليدية والقديمة، المدرسة العلمية في الإدارة، أبو الإدارة دائما بنقول عليه في الجريك وورس تايلور صاحب مدرسة الإدارة العلمية. لكن بيتر داركر بيتصف بأنه هو أبو الإدارة الحديثة. أمريكي قام وضع مبادئ الإبداع. قال في مجموعتين من الممارسات: مجموعة للمؤسسات تتبعها، مجموعة من الممارسات مفروض المؤسسات تعمل بها، ومجموعة أخرى مفروض تتجنبها. سمى المجموعة الأولى قال غضب، أما المجموعة الثانية سماها غضب تتجنبها ما تعمل بها. الأشياء التي يجب على المنظمات القيام بها قال يكون في هدف للإبداع. يعني ينبغي أن نكتفي فقط بالتفكير في مشاكلنا، ينبغي نحاول نوجد حلول بطرق مختلفة. وقال الإبداع ما بالضرورة ناخذ أفكار كبيرة وأشياء كبيرة، الإبداع ينبغي أن يكون بسيط. وقال الإبداع الفعال دائما يبدأ صغيرا، الحب يبدأ صغيرا ومن ثم يتوسع. صح يا بنات؟ بيبقى ده كلام بيتر داركر. حبيت اعمل حاجة اكثر صمت. يعني بيبدأ الاشياء بتبدأ صغيرة ومن ثم تنمو. هي ذات جمال للاشياء لما تنمو وامامك كده. ايوة، مثل البذرة نزرعها وتنمو امامنا. لا 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 لا، ده خطأ، ده غلط. ده الناس اللي ما مروا بالتجربة بس فجأة كده لقوا نفسهم كبار بيقولوا الكلام ده خلوص. فجأة كده توهج في البداية ومن ثم مشاكل وضغوط الحياة. يبقى أما الأشياء على المؤسسات تتجنبها: عدم المغالاة في التفكير، ما تصير المؤسسات ذكاء زيادة من اللزوم للوصول للإبداع. يصعب على العاملين أو الأشخاص العاديين التعامل معهم. ما تجيب فكرة كمان الناس لا تقدر تصدقها، ما تحاول تجسد نفسك زيادة من اللزوم، ما تتنوع تنوع مخل تجمع على تشتيت أفكارك. تحاول تعمل العديد من الأشياء في نفس الوقت. يعني انت الان خطوة كده تفكر في المستقبل القريب، لو يسمى فكر في البعيد، يعني خطوة واحدة. عندنا انا حقولها لكن هي نقطة سودانية تفهموها لا تفهموها. بيقولوا انه البناء التشييد بتاع المباني طبعا مكلف جدا في كل المناطق. يعني فعندنا واحد من عندنا كده بلدياتنا بقول فسامع الفكرة دي، يعني جاي اخترب كده في السعودية ولما قروش عايز يبني، وسامع انه بقوله التشطيب في مراحل البناء، التشطيب ده اصعب مرحلة واكتر مرحلة مكلفة، يعني صعب التشطيب بتاع المبنى. وطبعا كل البناء صعب، يعني
فلكن بالنسبة عندنا دور التشطيب أضعف خطوة. التشطيب طبعا في النهاية. فلما القروش اتكلم مع المهندس عايز ينفذ له، قال له أول شيء تبدأ له بالتشطيب. التشطيب آخر خطوة. طبعا فانت خطوة خطوة واحدة واحدة يعني. متحمس قاعد يكتب التشطيب. فدي من الأشياء على المواصلات تتجنبها يعني. ما هي معوقات الإبداع؟ ما هي معوقات الإبداع؟ كثيرة جدا. الخوف من التغيير ومقاومة التغيير، الدرس اللي أخذناه في المحاضرة السابقة. الخوف مشكلة. انشغال المديرين بالأعمال الروتينية، تلقى المديرين شغالين بأشياء يعني المدير وظيفته الأساسية التخطيط لمستقبل المؤسسة، لكن تلقى المدراء موجودين في المؤسسات بيحكوا لك عن أنت تأخرت، داومت، ما داومت، الحوافز، العام الفلاني جاء، أشياء صغيرة ممكن تفوق لآخرين من متابعتها، أشياء بسيطة. أنت كمدير، أي مدير بتلقى طريقة تفكيره كده بتبقى مشكلة يعني. وبعدين يا سارة دي مشكلة طبعا. المدير ما المفروض يكون فاضي ليه؟ السيارات موجودة، المكاتب، الإضاءة، التكييف، متابعة العاملين، الموظفين، هذا جاء وهذا ما جاء وهذا يغيب وهذا أخصم منه، هذا دي أشياء ممكن يكون بها أي مشرف إداري بسيط. مدير المؤسسة الوضع الطبيعي ليه؟ يفكر في مستقبل المؤسسة، يخطط للمستقبل. بيبقى واحدة من عوقات الإبداع انشغال المديرين بالأعمال اليومية والروتينية ورفض الأفكار الجديدة وافتكروها نوع من أنواعها، ده طبيعي زمن سابق على الزمن. أيضا واحدة من عوقات الإبداع الالتزام بحرفية القوانين والتعليمات واللوائح. في أشياء ممكن تتم في خطوتين، اللوائح بتقول بتتم في 10 خطوات. يا أخي اختصر زمنك، أنا بعمل لك خطوتين. البيروقراطية زيادة من اللزوم مشكلة يعني، قد تكون معيقة. عدم الإيمان بأهمية مشاركة العاملين دي مشكلة كبيرة جدا جدا، لأنه الإبداع دائما لما يكون جماعة يكون كبير، ودائما اللي تدي فرصة للعاملين يشاركوا في اتخاذ القرار والتخطيط بيجيبوا أفكار. خذ الحكمة من أفواه المجانين، شغل القول المعشور يعني. خذ الحكمة من أفواه المجانين يعني، أو ما تستغرب الناس، ممكن من سواق من أي، ودي مشكلة يعني. أيضا مركزية الإدارة وعدم الإيمان بالتفويض واحدة من المشكلات. أيوة صحيح صار في كثير من الأحيان، وممكن يرفض الفكرة أمامك ويمشي ياخذها ويطلع بها الجو يعني، يكشخ بها في أماكن أخرى يعني، بتحصل معانا كثير يعني. بيبقى أيضا واحدة من الأشكال الكبيرة، الأشكاليات الكبيرة والمعوقات الكبيرة، عدم الإيمان بأهمية المشاركين العاملين، وأيضا نبذ الزملاء، وينسب لنفسه بالتأكيد يعني، نبذ الزملاء، ما تعطي الآخرين فرصة معك وتلقي أفكارهم. لا ما تخلينا ده سوداني ساي يعني، السوداني شنو يعلمنا نحن؟ ونحن والواحد تلقاه ما عارف ايش. نبذ الزملاء مشكلة كبيرة جدا. او فلان ده شنو يعطينا محاضرة، عامل كيف عامل، دي واحدة من المشاكل. ايضا قلة الحوافز المادية والمعنوية. الابداع ده يحتاج لتحفيز، يحتاج لمجموعة من الاشياء معينات للابداع نفسه، ولو انه بقول لك الحاجة تولد الابداع. ودي دي 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 مقولة انا ما اعرف مدى صحتها يعني. انت معدم ما قادر تاكل وتشرب، لكن توجد حلول لنفسك عشان ما تعيشها. ايضا القياده الاداريه غير الكفاءه، دي مشكله كبيره. قبل ما اجيب فكره وطريقه جديده واسلوب جديد ويرفض، نبدا دي معوقات الابداع. واضح يا بنات؟ ممتاز. عابد ماجه كلهم بنات صح.
اصلا يا سعر هو ذاته ما المفروض يدقق ويزيد في 5 دقائق وعشر دقائق من التزام العاملين، دي المفروض تفوض لاخرين، مش الاداري لاي شخص اخر. هو اهم والاساس المفروض يكون يتكلم عن مستقبل المؤسسه والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسه، يعني ده الابداع. صحيح يا مالي. نشوف النقطة الأخيرة من نواتج السلوك. نشوف النقطة الأخيرة ولا خلي النقطة الأخيرة في المحاضرة القادمة. عندنا محاضرتين تبقى نكمل كويس. نشتغل في مراجعة. باقي من الوقت كم؟ لا أكثر من كده. نشوف المناخ التنظيمي. مقصود المناخ التنظيمي شنو؟ المناخ التنظيمي مقصود به الأشياء اللي تميز المؤسسة عن باقي المؤسسات، معينات العمل، اللوائح، جماعة العمل، سلوك الإدارة، التجهيزات اللازمة، الثقافة الموجودة. هو عبارة عن موجز للانطباع الشخصي عن بيئة العمل، عن بيئة العمل موجز للانطباع الشخصي عن بيئة العمل. هو مجموعة من الخصائص اللي تصف بها المنظمة واللي تميزها عن غير باقي المؤسسات، من ثقافة تنظيمية لأجواء عمل لتجهيزات لآليات لمكاين لأسلوب إدارة لجماعة عمل وغيرها، الجو العام للعمل بما فيه كل احتياجات العمل بالإضافة للوائح والقوانين، منظمة العمل وجماعة العمل وغيرها، يسموه المناخ التنظيمي. المناخ التنظيمي بيمثل مجموعة من الخصائص الثابتة نسبيا اللي تميز بيئة العمل الداخلية للمنظمة عن غير باقي المؤسسات. وهذا المناخ التنظيمي يمكن أن نقيسه، يمكن قياسه. إدراك الفرد لهذه الخصائص البيئية بتوجد للفرد ما يعرف بالبيئة النفسية، هو مرتاح ولا ما مرتاح، فهي بتأثر في دوافع الأفراد واتجاهاتهم وبالتالي على سلوكهم، بالتالي على أدائهم، بالتالي قد تتأثر المؤسسة نفسها. لذا المؤسسات بتحاول تخلق جو بتاع عمل يلتزم بالصيغة والتميز عشان تغري العاملين للإبداع، جو العمل العام. ده المناخ التنظيمي. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى لا 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 لا، هذا المناخ التنظيمي عنده أبعاد، عنده أبعاد مهمة جدا. المناخ التنظيمي المميز في المؤسسات يتصل بالعديد من الأبعاد، يتصل بالعديد من الأشياء. حددها عالمين كريز وتوماس قالوا الإطار التنظيمي الجيد يتسم ب 8 أبعاد رئيسية: الاستغلالية، درجة التماسك، الصيغة، أيوة، ضغط العمل، مكونات يعني ضغط العمل، الدعم، التقدير، العدالة، الإبداع. مناخ التنظيم الجيد يتسم بهذه الأبعاد أو خصائص، دي خصائص أو مميزات. الاستغلالية ما في تدخل فيما يتعلق بإجراءات العمل، ما في كل واحد يحشر أنفه في أي شيء، كل إدارة عارفة اللي عليها وتنفذ فيه، كل شخص بيقوم بوظيفته ويبغى للوصف الوظيفي الممنوح له. التماسك
فيه مشاركة وفيه تفاعل وفيه تقارب. الثقة، كل فرد يمكن أن يعبر عن آرائه في التنظيم بوضوح، عنده حرية كاملة. ضغط العمل، الوقت المتاح للعمل فعلا وقت ممكن ينجز لك مهامك مش أكثر ولا أقل. الدعم والتعزيز، في ناس ممكن يكونوا مرجعيات بالنسبة لك إذا كان غلبتك حاجة من قبل الإدارة. التقدير، أي شخص بيجتهد وبيعمل بشكل مميز هو محل تقدير ورئيسه يعني وإدارة. العدالة، ما فيه تمييز فيما يخص المكافآت والترقيات وغيره. الإبداع، فيه تشجيع للأفكار الجديدة. بيبقى المناخ التنظيمي الجيد يتسم بهذه الأشياء: الاستغلالية، درجة التماسك، الثقة، ضغط العمل، الدعم، التقدير، العدالة، الإبداع. واضح الكلام ده يا شباب؟ ما هي العوامل التي تؤثر على المناخ التنظيمي؟ في مجموعة من العوامل، عوامل خارجية خارج المؤسسة، عوامل تنظيمية داخل المؤسسة، عوامل متعلقة بالفرد نفسه. ما هي العوامل اللي تؤثر في المناخ التنظيمي؟ العوامل الخارجية اللي هي الأوضاع في الدولة اللي فيها المؤسسة، الأوضاع السياسية والقانونية والتشريعية والأمنية، الإشكالات البيئة التقنية والتطورات التكنولوجية، البيئة الاقتصادية بشكل عام والاجتماعية، درجة تماسك الجماعة وولاء الجماعات العمل، الصداقات، المشاكل الأسرية، دي كلها أشياء ما بتتحكم فيها المؤسسة. دي يسموها، دي بتأثر تأثير كبير جدا على المناخ التنظيمي بتاع المؤسسة. وهناك عوامل تنظيمية مسؤولة منها المؤسسة داخلية. الهيكل التنظيمي للمؤسسة، البناء التنظيمي، هل واضح؟ هل المستويات الإدارية واضحة؟ هل كل إدارة عارفة شغلها؟ هل كل شخص عارف المطلوب منه؟ هل الوصف الوظيفي للإدارات للأشخاص واضح؟ هل هناك تداخل في المهام والصلاحيات؟ هل الصلاحيات، هل المسؤوليات الملغاة على عاتق الأشخاص على قدر إمكاناته؟ البناء التنظيمي ده يؤثر تأثير كبير جدا على المناخ التنظيمي. نمط القيادة المتبع، هل فيه حرية التعبير؟ هل فيه مشاركة؟ هل فيه ود وتلاطف؟ هل قريب القائد من المرؤوسين؟ هل بعيد؟ هل شكل القيادة فقط ديكتاتوري، فقط حر، فقط ديمقراطي أو خليط؟ من العوامل المؤثرة التنظيمية الفكرة بتاعت الترقيات، استحالة التقدم الوظيفي، المبالغة في المسؤوليات، الأعباء الوظيفية الملغاة للعاملين، خموض الأدوار اللي بيقوم بها الناس، نظام الأجور والحوافز، أهداف المنظمة وأهداف الوحدات الإدارية، الصراعات والتناقضات والمشاكل، الإسراء الوظيفي، الواحد بيكون جالس في وظيفته مدى الحياة ولا بينقل من وظيفة لوظيفة يكتسب خبرات أخرى. يبقى دي عوامل داخلية متعلقة بالتنظيم أو تنظيمية تؤثر على المناخ التنظيمي. وهناك عوامل شخصية متعلقة بالفرد نفسه، قدراته، إمكاناته، قيمه، اتجاهاته، علمه، إدراكه، خبراته، درجة المخاطرة اللي عنده، هل عنده الجرأة، هل أشياء متعلقة بالفرد نفسه. وين كان الليان؟ تدري بقوة ونحن خلصنا. دي العوامل اللي بتأثر على المناخ التنظيمي. واضح الكلام يا شباب؟
واضح؟ أي مناخ تنظيمي جيد، مناخ التنظيم مكوناته شنو؟ عناصره، أركانه الأساسية، هيكل تنظيمي، قيادة، نمط قيادة، نمط اتصال، مشاركة، العمل نفسه، التكنولوجيا أو الأساليب المستخدمة للمؤسسة. هيكل تنظيمي، لازم يكون في هيكل تنظيمي بتضمن الإدارات والأقسام، موضح فيه المسؤوليات والصلاحيات وأسلوب اتخاذ القرار كيف، ونمط السلطة، ونطاق الإشراف، أنت مشرف على مين؟ أيوه يا ترى. نمط القيادة، شكل القيادة فيه ديكتاتوري، ديمقراطي، فيه مركزية، فيه تفويض، ما في تفويض. نمط الاتصال، طريقة الاتصالات داخل الإدارة، رأسية، أفقية، طريقة تبادل المعلومات. المشاركة في التخطيط واتخاذ القرارات، طبيعة العمل اللي بيقوم به الموظفين، التقنية أو أسلوب الإنتاج كيف بننتج. يبقى ده 6 عناصر، تكنولوجيا وعمل ومشاركة ونمط اتصال وقيادة وهيكل التنظيم، دي بسموها عناصر المناخ التنظيمي. واضح؟ واضح بنات؟ ليليان، أفراح، أماني، أماني، خلود، زهرة، سارة، عزيزة، علية، ليلى، نورة، 3 9، نجوى، نوال، ممتاز. يبقى أخيرا، ما هي شروط المناخ التنظيمي الفعال؟ أنت تبي تبقي موظفة في مؤسسة، حطي نفسي دائما محل أنت تكون موظفة في مؤسسة، تبي شنو داخل هذه المؤسسة؟ يكون متوفر شنو؟ ممتاز يا أمان. بيبقى ما هي الشروط؟ يكون في صيغة متبادلة بين العاملين، في لطف وفي ود وفي احترام وفي تقدير في كافة المستويات الإدارية، جماعة العمل. أنت تكون مش شخص تابع، شخص أصيل، جزء أصيل من العمل، مشارك في اتخاذ القرارات، المشارك في اتخاذ القرارات والتخطيط في مستقبل المؤسسة. هناك دعم من القيادة بإيجاد الجو المناسب، وفيه ثقة كبيرة وفيه صراحة. التأكيد دائما على المسؤولية الشخصية تجاه الأشياء المكلف بها. التحمل والتعامل بفاعلية مع الصراعات والنزاعات. إعطاء اعتبار للأفراد داخل النمط القيادي المتبع، إن كان ديكتاتوري، إن كان حر، إن كان ديمقراطي. توضيح الأهداف العامة اللي بيدعى التنظيم أو المنظمة لتحقيقها. كل شخص عارف المؤسسة عايزة تعمل شنو. إيجاد أكثر من خيار للموظفين أمام الموظفين للنمو الوظيفي والترقي. التركيز على العمل الجماعي. تصميم نظام مكافآت وأجور ذو قيمة للأفراد. تهيئة جو العمل اللي بيساعد على الإبداع والتجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واضح الكلام يا بنات؟ ترى انا حافتقدكم بشدة يعني. لو في امكانية نعيد المقرر ثاني يكون كويس. تبقى المحاضرات كثيرة زيادة من اليوم. مطلوب مننا مواصل. حافتقدكم بشدة والله. تسلموا كثير. ان شاء الله يوم الاحد حيكون عندنا المحاضرتين، نراجع فيهم ان شاء الله بنفس الأزمنة. تسلموا كثير والله. أتمنى لكم التوفيق من كل القلب، من القلب إلى القلب والله. ان شاء الله تشرفونا، تجيبوا درجات عالية. تسلموا يا سارة.
افتش القناه بتاعت التليجرام دي اشوف ايش تقول، اشوف ان شاء الله اقدر، ما بعرف كيف التقنيه. في تكليف الان، في كويز الان، بعد ما ناخذ الكويز والله للاسف يا ليليان بدرس فقط التعليم عن بعد ماده واحده سوق تنظيم، لكن امل انه اخذ انا مجالي وتخصصي تسويق يعني. ناخذ كويز وعندنا تكليف، التكليف الين يوم الاحد يبدا الساعة 11:30. ما بيدي يا اماني والله، في خامس عندكم التسويق لكن ما بيدي. الان 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 في الصيف بدرس مادة في المستوى الخامس بحوث عمليات، مادة منتهى الروعة، الطلاب يخافوا منها، لأول مرة أدرسها في الصيف الآن، الطلاب مبسوطين جدا. يلا شوف الكويز الآن، من 8 أسئلة نعطيه 4 دقائق. في تكليف الآن مجرد ما تخلصوا تلقوه بدأ إلين يوم الأحد زي 41 سؤال يغطي الوحدة الرابعة نواتج السلوك والوحدة الثالثة. يبقى كده توفر لدينا تكاليف عن كل المغرض، تكليفين غطوا كل المغرض، وعندنا كويزات كاملة عن كل محاضرة، ما في حدا يجيب أقل من إيه. تسلم يا أمان، شكرا لك. ويشتغل يشتغل يشتغل الآن. يلا الكويز الآن، أنا 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 الآن بحكي باكر إنه يصير رسالة الكويز بجاكم الآن. يلا وانا كمان يا اماني، وانا كمان حافتقدكم بشده والله. نراجع يوم الاحد من خلال محاضرتين ان شاء الله.